يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العظيم. فقدنا الكاتب العظيم محمد أبو الغيط. أبو الغيط كان من الناس الحقيقة اللي كانت سايبة صدقات جارية كتير قوي. أنا شفت أثرها النهاردة، يعني أنا شفت جنازة النهاردة وناس واقفة عند القبر، والله كلهم يعني كانوا في حالة من التأثر والبكاء الشديد زي ما يكونوا اخواته من ابوه وامه. لما قامت 25 يناير كان 23 سنه وكان طبيب وتحول من العمل من الطب للعمل الصحفي. هو نموذج للعمل الصحفي والمهني المحترم المحايد في زمن الاستقطاب. برضو الاتحاد الاوروبي بيعاني، هناك ازمه طاقه مع روسيا، والنقطه الثالثه بقى هو دي اللي باني عليها فلسفته في التقرير، ان كل العوامل اللي ادت للمظاهرات وانتفاضه الربيع العربي وثورات 25 يناير وتونس وكده هي اللي حاصله دلوقتي. هو بيقول ان مصر دلوقتي بيحكمها جنرال او نخبه، هو بيتكلم هنا على دور النخبه، فبيقول لك ان النخبه اللي بتحكم مصر هم كلهم شويه ضباط، وشويه الضباط دول مش شايفين اي حاجه من اللي بتحصل تحتهم، هم بيحاولوا يصدروا صوره لنفسهم وللعالم بره ان احنا كويسين قوي يا جماعه، احنا ما عندناش مشاكل، فنعمل ايه؟ فنبيع. فعندنا الصين بتاخد بديون مخفيه ادي، عندنا السعوديه بتيجي تعمل مش عارف ايه وتاجل الوديعه يلا، عندنا قطر بتيجي تشيل مواني وتيجي مش عارف ايه يلا، قطر حبيبتنا تصالحنا معاها، عندنا المنشآت بتاعه وزاره الداخليه ناخدها في الخزانه العامه ونبيعها بعد كده ومال اللي موجود فرصه. طب وماله؟ بيع يا لطفي، بيع يا مصطفى، بيع يا ابني، خد شركات الجيش، خد شركات الدوله، خد اي حاجه، انا ما عنديش 15 سنه استنى، انا عايز اخلص وعايز ابيع وعايز اتحرك في القصة. في فخ اسمه ديون الصين، وان الصين مش بلد سهلة في التعامل مع قصة الديون، وكان في تلميح لقصة الديون المخفية. فمصر دلوقتي بتحاول تعمل ده مع الصين، انه الصين هتيجي تاخد منك اراضي، تاخد منك اصول، تاخد منك موانئ، بند ديون مخفية، فهي استفادت. البند التاني انت تستفيد ايه؟ مش بس انك بعت الفلوس، لا، ان الصين تقول لصندوق النقد احنا بنضمن مصر. الصين من اقوى اقتصاديات في العالم. يمكن المشاكل اللي عندنا دي من الحسد. تفتكروا ان المشاكل اللي حاصله في مصر دي كلها لان هم بيحسدونا على وضعنا؟ لكن الحقيقه دي مش اول مره محمد معيط وزير الماليه المصري يتكلم فيها على فكره الحسد من بره، ان الناس اللي بره بيحسدونا. لكن الجمهور المغربي لازم نروح له الحقيقه، لان هو جزء اصيل من وصول المغرب للمرحله اللي هي فيها. الجمهور، جمهور المغرب يا جماعه مجانين كوره. جمهور المغرب لما تفتح على اليوتيوب وتدور على فيديوهات الاغاني اللي بيغنوها، انا الحقيقه ما بقاش متخيل ان في 40 50 الف واحد بيغنوا نفس الاغنيه بنفس الريتم، لا في واحد سابق ولا واحد متاخر. حاجه مش معقوله. مره اغاني لفلسطين، مره بيتكلموا عن الظلم اللي في بلادهم، في بلادي ظلموني، الاغنيه الشهيره بيفكروني بالتراس اهلاوي والتراس زملكاوي في مصر اللي ربنا ينتقم من اللي كان السبب دلوقتي، يعني عملوا لهم مذبحه بورسعيد ومذبحه الدفاع الجوي وخلاص ما بقاش في لا التراس هنا ولا هناك. المغرب يصنع المستحيل، المغرب هو فخر العرب الحقيقي، المغرب في الدور قبل النهائي في كاس العالم. احنا مش بنتكلم على كاس افريقيا، مش بنتكلم على بطوله الامم الافريقيه هنا وان المغرب وصل للسيمي فاينال، لا حضرتك احنا بنتكلم على اول كاس عالم في منطقه الشرق الاوسط، اول كاس عالم بتنظمه بلد عربي مسلم، اول كاس عالم في منطقتنا العربيه، اول كاس عالم يحضروا الناس الغلابه اللي نفسهم يشوفوا نجوم العالم كلهم موجودين. لكن احنا اصبح عندنا نجوم عالم تانيين خالص اسمهم حكيم زياش واشرف حكيمي وياسين بونو، عندنا مدرب عالمي اسمه الرجراجي. الف مبروك لمنتخب المغرب، الف مبروك للشعب المغربي، الف مبروك لكل الناس اللي بتحب الكوره واللي ما بتحبش الكوره في العالم العربي في كل حته كانوا النهارده من اول البطوله ورا المغرب. النهارده المغرب بترفع الراس، الحقيقه انجاز تاريخي، انجاز عظيم جدا.